طيب معانا دلوقتي على التليفون المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحد من اصحاب البصمات في قطاع الناشئين، ومنذ قدومه كلنا تفائلنا به خيرا، كابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وسعيد بلقائي بيك يا حبيبي. النهارده خطوه مهمه طبعا، اكتر واحد سعيد بالخطوه دي وعدد كبير من اللاعبين تصعد للفريق الاول اكيد الكابتن بدر رجب. أكيد يا كابتن أسامة، إحنا مهمتنا الكابتن رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ولجنة الكورة، كل همهم الشاغل هو الاهتمام بقطاع الناشئين، علشان قطاع الناشئين ده النواة الأساسية والقاعدة الرئيسية لأي فريق أول في أي نادي، ما بالك فريق النادي الأهلي اللي هو بيخدم مصر، قبل ما يخدم النادي الأهلي بيخدم المنتخب المصري، فبالتالي اللعيبة دي إحنا سعداء جدا إن في تعاون بيننا وبين مستر الكروي في قطاع الناشئين، ودي بدايه بالنسبه لنا ان شاء الله، في حاجات بنوعد بيها ان شاء الله تبقى مفاجاه للفريق الاول في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ودي خطوه ايجابيه جدا للنادي الاهلي وللقطاع الناشئين في النادي الاهلي من ناحيه التحفيز للعيبه اللي موجوده تحت، ان اي حد هيبقى عنده حاجه يقدر يقدمها للفريق الاول، فبالتالي هيبقى المشروع قائم لفوق، سهل جدا ان انت تطلع تأدي وتنتج وتبقى موجود وتتعرف وانت صغير ان انت لعيب مبشر وعندك اداء تقدر تأدي بيه في النادي الاهلي. في تنسيق الفتره دي تنسيق مهم جدا يا كابتن بدر، وخطوه مهمه ما بين قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والفريق الاول، مع غياب عدد كبير من اللعيبه دلوقتي في المنتخب الوطني في المنتخبات الاخرى، الاستعانه على طول ببعض اللاعبين قطاع الناشئين، فالتنسيق ده مهم جدا. ده موجود طبعا، اي نادي بيبقى فيه تنسيق بين الفريق الاول وقطاع الناشئين، بالتالي ده موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه كبيره، فالحاجات دي ما بتفوتوش، وبالتالي احنا مصرين نكمل اللي كانوا شغالين قبلينا في القطاع، وكان موجود الكابتن خالد بيبو، وموجود دلوقتي الكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي وانا معاهم، بالتالي احنا مصرين جدا ان يعني الخطوه دي بالنسبه لنا فرصه كبيره جدا، نعرض اللعيبه اللي عندنا ونعرض المواهب اللي موجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه نشوف مواهب تقدر تخدم النادي الاهلي وتخدم المنتخبات الوطنيه على في جميع الاصعده، سواء في منتخب الناشئين او الاولمبي او المنتخب الاول او الفريق الاول للنادي الاهلي. ده هدفنا وشغلنا الشغل الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما شاء الله يا كابتن بدر، لما نشوف منتخب 2005 هتلاقي النادي الاهلي عنده عدد كبير، منتخب 2008 ما شاء الله عدد كبير، نجاح كبير، سر النجاح ده يا كابتن بدر؟ سر النجاح ده التعاون، ان احنا بنشتغل كعائله مع بعض، ومفيش ملغي من عندنا كلمه الانا، لان مفيش واحد بيشتغل لوحده او بينجح لوحده، بننجح من خلال المنظومه طبعا على راسها الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب واعضاء اللجنه ومجلس الاداره، كل ده بيساعد في نتاج النادي الاهلي وحصاد النادي الاهلي، لان انت بتحصد نتيجه شغل الناس اللي موجوده والناس اللي بتساعدك، ما حدش بينجح لوحده، اما بتشتغل عيله فانت كله بينكر الذات وكله بيشتغل عشان يخدم النادي الاهلي وبالتالي يخدم الفريق الاول، كل الموجودين سواء عاملين او مدربين او اداريين او دكاتره او كله بيخدم علشان خدمه اللاعب اللي هو هيمثل الفريق الاول في النادي الاهلي، بالتالي تبقى المنتخبات الوطنيه المصريه مطمنه ان في لعيبه طالعه من النادي الاهلي متاسسه كويس وبتخدم الفريق الاول، وبالتالي هتخدم كل الاصعده بالنسبه للمنتخبات المصريه. ما شاء الله 13 لاعب، ده عدد كبير يتم تصعيده للفريق الاول، بنشوف كمان مراكز مختلفه، اثنين في حراسه المرمى، في خط الظهر، في وسط الملعب، ظاهرين سواء رايت او ليفت، رؤوس حربه، تنوع كبير، ويعني ما شاء الله يعني عدد كبير طلع الفتره دي. ده كمان كابتن اسامه انا عايز اوصل لك معلومه ان التنوع ده سنين، ده في 2003 و2005 يعني مش سن واحد بس. فده النجاح، وده اللي احنا مستقلين عليه، وده اللي احنا يعني ان شاء الله نقدر نستمر فيه، ويبقى بالنسبه لنا ده هدف نشتغل عليه، يعني نحارب ان احنا نبقى تملي عندنا منين ما يطلب مننا لعيبه من الفريق الاول، نقدر نسد اي ثغره موجوده في الفريق الاول من خلال قطاع الناشئين، وده الهدف اللي كان شغال عليه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي طلب مننا ان احنا نهتم جدا بقطاع الناشئين. سواء على صعيد المدربين او على صعيد اللعيبه اللي موجوده، وكل ده بيصب في الاخر في مصلحه النادي الاهلي. تمام، ما شاء الله الاهلي بيشتغل في كل الاتجاهات،
لعيبه مجموعه صعدت للفريق الاول في كل الفرق شغاله في القطاع. ايضا على موضوع الاعارات يا كابتن بدر، وده موضوع مهم جدا، بنشوف ايضا ثلاثه من اللعيبه المميزه سواء كاباكا سواء زعلوك عبد الرحمن رشدان بيروحوا اعاره لمودرن فيوتشر، اكتساب خبرات، لعب في مستوى اعلى في الدوري الممتاز، يرجعوا مره ثانيه للنادي الاهلي. شايف وجهه نظرك في فكره الاعارات ازاي؟ انا بشجعها جدا، لان انت عارف اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم ده لعيب يعني يقدر يستمر، وده مش هيبقى موجود خلال الفتره الجايه نظرا للكم الهائل الموجود من اللعيبه الكبار. بالتالي انك تخرج بره وتلعب وتاخد تكتسب خبرات، فدي حاجه كويسه جدا للاعب ثم للنادي. انك ترجع وانت واقف على حيلك بقى كسبت خبرات كبيره تفيد بيها النادي الاهلي من خلال فتره الاعاره اللي انت هتقعدها. لكن اللي انا عايز اكد عليه ان نوبن فراس ولعبتنا احنا بنحاول نساعدها بكل الطرق، سواء عن طريق الاعاره او تبقى موجوده في النادي او تفيد الفريق الاول، لان في الاخر وفي الاول احنا شغلتنا ان احنا نفيد الفريق الاول. تمام. ونساعد الفريق الاول في كل مهامه. ده فايده قطاع الناشئين الموجود، وما بالك اذا كان قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فهو الاولى ان هو يمد الفريق الاول سواء عن طريق اعارات اللعيبه او الاستفاده ببيع لعيبه. والفتره الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا لعيبه نبيعها في اوروبا بامر الله باذن الله. وانا من خلالك بوعدك ان احنا عندنا لعيبه ان شاء الله الفتره الجايه هتلعب في اوروبا، ولعيبه صغيره، وان شاء الله هتسمعوا قريب عن اخبار جديده في النادي الاهلي في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن بدر، وبنشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد اني معاك كابتن اسامه ومتشكر. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا. يعني شفنا الناس كلها يعني بتشتغل، يعني كله في شغل وفي مجهود كبير جدا بيتم ايضا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.